بداية كيف كان جدول أعمال الوفد الخليجي بالنسبة لليوم والأيام المقبلة وكيفية يعني تواصلهم مع كل ما يهم البطولة من منشآت وأمور أخرى؟ تحية طيبة لك زميلي العزيز ولكل من يشاهد ويستمع. أهلا وسهلا. الجولة باختصار كانت منذ يوم أمس متلخصة لزيارة المدينة الرياضية، ملعب الميناء، الفنادق المخصصة لتدخل ضمن خطة استقبال منتخبات والوفود الجماهيرية المنتظرة إن كانت البطولة ستنظم في البصرة، إضافة إلى المستشفيات المخصصة لي يعني استعمالها في حال إصابة اللاعبين أو الجماهير. الزيارة هذا اليوم كانت صباحا لملعب نادي الميناء الرياضي بعد قليل، وتزامنا مع وصول وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي الحالي لكرة القدم السيد إياد بنيان لمحافظة البصرة تمام الرابع عصرا، هبطت الطائرة في مطار البصرة الدولي مباشرة سيتوجها للمدينة الرياضية، حيث سيتواجد الوفد التفتيشي في المدينة الرياضية تمام الخامسة مساء أي بعد 30 دقيقة من الآن. على أمل أن يكون يوم غد هو مخصص لمطار البصرة الدولي تفقد زوايا المطار، وهذه المرحلة الصعبة والمخيفة بصراحة لما موجود خارج وداخل المطار من زوايا خدمية غير مطابقة، إضافة إلى زيارة المولات الموجودة في محافظة البصرة. يوم الأربعاء سيكون هو اليوم الأخير للوفد الخليجي بالتواجد أيضا في أحد الفنادق والمستشفيات، وعصرا زيارة ديوان المحافظة وعقد مؤتمر صحفي قبل التوجه صبيحة الخميس على دفعتين إلى منطقة الخليج العربي. طيب زميلي أركان، أتذكر نقطة مهمة جدا أن هناك زيارة للمطار وما يحتويه المطار وكل ما يتعلق بالمطار، هل المحافظة لديها يعني حجة أو حتى خطط ل جعل كل المواصفات مطابقة للمطار من أمور خدمية وشوارع وما إلى ذلك، يعني حسب تواصلك مع المسؤولين هناك في البصرة؟ نعم، يوم أمس الأول وحقيقة لقناة التغيير قال لي بحرف واحد محافظ البصرة السيد سعد العيداني بأنه أوعدك عبر شاشة التغيير بأن البصرة ستكون مكان لبطولة خليج 25، لكن هنالك أمور خارجة وليست ضمن صلاحيات الحكومة المحلية، تحتاج إلى جهد مركزي مضاعف، تحتاج إلى جهود حقيقية من قبل حكومة المركز. على سبيل المثال من هذه النقاط مطار البصرة، التطمينات من قبل السيد المحافظ من قبل الجهات المعنية لأنه كل النقاط والملاحظات حتى الآن سجلت بعض الملاحظات من قبل الجانب الخليجي. نعم يقولون متفائلون يقولون، لكن هنالك ملاحظات سجلت من الجانب الخليجي خاصة بالمرفقات التي تمت يعني زيارتها، خاصة اليوم ملعب الميناء، خاصة بموقف المركبات الخاصة بالجماهير أو بالوفود البي آي بي. بالتالي الكل يعني يبعث برسالة اطمئنان بأن البصرة ستكون مكانا لخليج 25. نعم، هذا ما نتأمله بالتأكيد. طيب سبب ابتعاد الوفد الخليجي عن الإعلام، شاهدنا ليس هناك تصريحات كثيرة وسيكتفون فقط بمؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، برأيك يعني ما هي الأسباب أو أنت قريب من الحدث الآن؟ نعم بالتأكيد زميلي نورة، الآن وأنا أتكلم معك يعني تمت عملية استلام المادة إن شاء الله ستعرض في نشراتنا الإخبارية الرياضية والعامة المقبلة. رئيس الوفد اليوم صرح لحشد من الصحفيين وتحدث عن التفاؤل، تحدث عن بعض الملاحظات لكنه لم يشخص هذه الملاحظات، قال نحتفظ بها. بالتالي اليوم صرح، ويوم غد يوم الأربعاء عفوا سيكون هناك مؤتمر صحفي خاص. سبب الابتعاد يعني وعدم الظهور إلا قليلا إلا ما نظر لوسائل الإعلام هو لغرض التركيز في الزيارة وتدوين الملاحظات بعيدا عن وسائل الإعلام. طيب سؤال أخير وإجابة مختصرة أودها منك زميلي أركان، نحن تحدثنا عن مرفقات معينة رياضية أيضا، لكن ما هو انطباع الوفد الخليجي عن المدينة بشكل عام؟ وأنت تعلم ماذا أقصد هنا من أمور خدمية ولوجستية من شوارع من تنظيم طرق وما إلى ذلك، كيف كان الوضع؟ نعم إجابتهم كانت بالمختصر المفيد كإجابة السيد المحافظ، هنالك ثورة خدمية حدثت في البصرة بين زيارتهم الأولى عام 2013 و 2021 من طرق وجسور وفنادق ومرفقات خدمية وسياحية أخرى. طبعا شكرا لك مراسل قناة التغيير في البصرة زميل أركان تقي، كنت ضيفا عزيزا على النشرة الرياضية وشكرا جزيلا لك.